انا محمد عميمار، اخ مصطفى عميمار الذي توفى. الاخ ديالنا مصطفى كان عيان شويه عندنا، مسكين بالكلاوي وفيه فطس وبزاف امراض، كان مسكين، كنا كنتعاونوا معاه. حنا اخوان الاخ ديالنا ضعيف وحنا كاملين ضعفاء، وحنا غا بيعوا شري في الشارع كنبيعوا شري، وهذا من فضل ربي، خير مرض من فضل ربي يا. والاخ ديالنا مسكين راه توفى، مشى لعبد الله سبحانه وتعالى. والاخ ديالنا راه تعدى عليه واحد المسؤولين راه عندنا هنا في العمالات القديمه، العمل القديمه قدام الدائره الثانيه، القايد والاعوان ديالو ضربوه، وانا ما كنتش حاضر. انا عندي شغل ديالي في الشاون، وعندي دي الام ديالي، وعندي دي المراه ديالو ها هو. بديت على الحقيقه ومشيت عند الشرطه وهضرت معاهم، قلت لهم نعم سيدي انا خيا كي تكون ضربوه، قالوا لي خا ضربوا القايد والاعوان ديالو. وحنايا دابا كنطلبوا حقنا، وعينا ما نمشيو عند المسؤولين، ما حتى واحد ما كيجاوب علينا. وراه كنقول وكاين واحد النقطه، راه الاخ ديالنا ملي تضرب في العماله راه كانوا شي موظفين تما، راه مسؤولين تما موظفين، راه شافوا بعينهم وشافوا كل نظريه، كلشي تابع عينو شنو كاين تما. راهما مساكن باغيين يهضروا وما قادرينش مساكن يهضروا، كيخافوا على الوضعيه ديالهم اللي عايشين، ممكن بها عايشين بها ولادو. وهذا السيد هذا كيبغي يدري راسو، هذا القايد هذا كيبغي يدري راسو، لانه هو ما عمل والو. يمكنش واش خا يطيح من السما الارض، غيطيح على الناس. وحنا كنطلبوا من سيدنا الله ينصرك، الله يطولنا في عمرك. هاد الاخ ديالنا مسكينه، هاد الزوجه الاخ ديالنا مسكينه، خلى لها اربعه العيال. وكنطلبوا الله تعاونوها، هي ما كتطلب فلوس، ما كتعاود تعاود الراشد ديالها، كتطلب حقها، كتطلب حقها وسلام، ها حقها اللي باش تعاون بها اربعه الولاد مسيكه. انا اسمي ديالي سهيله المادة، انا يا دابا كنطالب حقوق الراجل ديالي. الراجل ديالي خرج في الصباح، في 9 د الصباح خرج من الشغل ديالو، يعني نزل مع جماعه ديال الملك جبر واحد السيد مريض، يعني الراجل بصر ما كيشوفش، مشى عطى قطيره د الماء، جاو قايد المخدميه ديالو قال له شنو كتعمل له هنايا، قال له كنعطيه يشرب، قال له علاش كوتينا، قال له انا ود الناس كنعطيه يشرب، قال له علاش، قال له ود الناس كنعطيه يشرب، قال له جا الاعوال ديالو، جا القايد قال له هزوه ودي واحد للمقاطعه، القايد مقاطعه مولاي المهدي والاعوان ديالو دخلوه تما، يعني شبروه وضربوه، ضربوه تعداو عليه، شبروه رشوا عليه الماء، خرجوه من الزنقه، سيبوه في الزنقه. كانوا خارجين الدراري يعني جايزين هذا كيعرفوه، شافوا مصطفى ماشي كيميل هيدا بوحديتو، قالوا ياك لاباس مصطفى، الراجل ما كيردش يبان. مع العجوزه عندي الدار صغيره، ما عندي حتى شي حاجه، الله يحفظ فيهم الحق. هادشي اللي كنطلب منه معانا، ما كنطلب حتى شي حاجه، ما خصني فلوس، ما خصني حتى شي حاجه، الله يحفظ فيهم الحق. انا الراجل ديالي مشى عند الله بالحق، خلاني بسيبه، خلاني بيا بولادي، انا ما عندي حتى اللي دخل لي صاف السيطه، والله بارك الحمد. هادشي اللي كنطلب، الراجل ديالي تعداو لي عليه، تاع الراجل ديالي نهار اللي دخلوا علينا السبيطار، الراجل ديالي رجع لي باللورا، حتى التحاليل ديالو تشحال التحاليل، عندي كيعطيني التحاليل 7000 80000، وانا ما عنديش، انا بحال ما مسكين. غير اصدقاء ديالو كانوا كيشرو الدواء، خوتو كيشرو الدواء، كيجيو يعاونوه، انا ما عنديش، انا واحد المراه ما خدامه ما ردامه، كنت كنسيد الراجل ديالي هو اللي كيدخل لي طريف ديال الخبز. دابا الراجل ديالي مات، ما كنطلب منه حتى شي حاجه، انا كنطلب له خد فيه الحق، كيما كيتعداو الله يخذ فيهم الحق، وليداتي خلاهم لي كاملين ترشي. هادشي اللي كنطلب، كانوا الوالد ديالهم هو كلشي، كانوا في الشحيم خصهم حتى شي خير معاهم، ودابا الحمد لله. هادشي اللي كنطلب، الله يخذ فيهم الحق. وخا كان عايش يما وربعة الولادة، وتوالات ورية عندنا مسكينة، عندها غا واحد الغرفة هنا مسكينة عايشة فيها، عطاها لها واحد المرحوم بابا، راه مسكينة كان سيبا غا بالخربة، غير بالخربة كيخلص 120 فرنك 200 فرنك بالدراع، باش كيدبرها مسكين، بالدراع كيبيع شي غا بالزنقة، واش كيبيع؟ كيبيع غا الحوايج مقطعين هايدا كنضرب لك 40 درهم كنجيبوها لي يما داك الدار تاني، كندوز منها غا ديك الرضا. السلام عليكم، أنا يماك مصطفى عميمر، خرجت في 9 د الصباح، مشى تلقى واحد الراجل بوبريك بصير، جبرو المحنيك كيقولو شعندك، كيقولو بعملني ديك الراجل عطاه يشرب، مشى عمر روحو ردو من الحانوت عطاه يشرب، جا مقدمو القايد والمقدمية ديالو، قالولو اش كتعمل؟ قالو ما كنعمل والو، كنعطيه يشرب، قالولو لا انتينا كتسرقو. جا القايد قال لهم دخلوه لداخل عندي البيرو، دخلوه لتما بقاو كيتشوطو فيه. تشاطو فيه، خرج ابني، خرج مدوخ في العمالة، تلقى واحد صاحبو
غندوق تما. قال له اش عندك مصطفى؟ قال له انا ما عرفتش راسي فين هو. ردوا لينا شافوا الراجل غير كيتقيا ومدوخ والراجل مريض، جابوا لنا للدار. الراجل جا للدار، واش هو كان مريض من قبل؟ كان من قبل مريض عندي. واش مريض عندك؟ كان عندي مريض بالكلاوي، ملي مر بالكلاوي ديك الساعه كان هو مريض. قال لك القايد هو ما حضرش، كان في اجتماع خسر لي خايب الهراوة ومول الاعوان ديالو السلطه في العماله، وما قال لك هو كان في كان هو في اجتماع. شمين اجتماع؟ شمين اجتماع؟ حنا جينا انا جيت مشغول شبرت خاين طيح تما في الكوماتاريه وعملنا المحضر وخرجي من الكوماتاريه. قال لي راه هو اللي ضربني، راه هو اللي ضربني. دخلنا عند واحد المسؤول تما جلسنا معاه، عملنا هذا جبرنا ماشي واحد البيرو جلسنا حتى ضربتي لي خاي ما ضربتي لي خاي هي انا ماشي انا. والقايد فين هو؟ قال لك القايد راه هو كيف الاجتماع. ما عرفناش هاد الشيء هذا، واش الشيء هذا اللي جا من فضل ربي؟ حنا قابلين عليه، ولات معنا السلطه حنا كنطربوا نسيدنا الله ينصرو عايشه الملك يحطنا حقنا. هذا المرحوم مسكين وخلى اربعه الوليدات والمراه ديالو مسكينه ما عندها حتى ما تاكل، والله ما خلى حتى ما تاكل. والاخ ديالنا ضعيف بزاف، غير داعي متجاوز الزنقه. علاش غيعملوا لهاد المرحله؟ مشينا للكوماتيريه مهتموا بينا، مشينا عند الشؤون العامه اجرى علينا، مشينا عند رئيس الدائره اجرى علينا. كلشي كيجي فابور ليلو، كيقول لك ما يمكنش القايد غيضرب ياخذ في الزنقه. كيفاش ما يمكنش؟ واخا المرحوم واليوم الدنيا غدا الاخره، المرحوم كيقول بلي ان القايد واربعه الاعوان ديالو ضربوه مطعم فلان فلاني، وخاي كان عايش معنا وحضر على هذاك الشيء وانا حضرت على كل شيء. خاي كان عندنا مريض شحال هادي، ماشي يقولوا خا ديك المرطح، هما طيحوا لنا خاي. ودابا كنطلبوا نسيدنا وكنطلبوا من الله والوالدين يغفرنا ويغفر جميع المسلمين، يخذنا حقنا. وهذا الشيء كامل خصو يوصل للملك. اسيدنا اسيدنا راه عندك واحد السرعه هنايا، راه المواطنين كامل محسوبين في هاد الدوله، راه كامل محسوبين حنا عند الناس هادو. راه المسؤول اللي كنمشي من عنده كيشوط فينا. واش حنا ماشي مواطنين؟ واش حنا ما عندناش الحقوق الانسان ديالنا؟ واش معامل باش نهضروا معامل؟ واش هي باش نجي في راسنا باش نتاخروا؟ ما عرفنا راسنا شنو نعملوا في هاد الدنيا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.